يواجه سكان الحي القريب من الوادي الصغير بحي مولود بارسكا مخاوف عدة فيضان هذا الأخير. المصالح المعنية وجدت صعوبات في إزالة خطر هذه الأخيرة في بعض الأحياء على ضفاف وديانها التي تحولت إلى مجاري الصرف الصحي والرمي العشوائي لكل أنواع النفايات والقمامات. ورغم مخاطر ذلك على البيئة وعلى صحة السكان الذين يشتركون رفقة المسؤولين، ومما زاد الطين بلة لهذا الحي هو تراكم النفايات على ضفاف الوادي ورميها من قبل السكان بسبب عدم تخصيص أماكن لذلك، فضلا عن عدم دخول شاحنات القمامة إلى الحي. ومن جهة أخرى أن التدهور الحاصل لا يقتصر على تطوير الإمكانات بل يتعداه إلى ضرورة تحسيس المواطن بأهمية الحفاظ على نظافة المحيط والانتقال إلى الجانب الرضعي إذا تمكنت البلدية من تخصيص حاويات القمامة وإزالة القمامة من الوادي بشكل مستمر، ففي النهاية سيكون هو وأبناؤه المتضرر الوحيد من مشاكل التلوث.